ألو، شلونك فهد؟ شو أخبارك؟ بخير الحمد لله، بس بغيت أطلب منك طلب. انت تامرين امر يا مها، امريني. ما يعمر عليك عدو، بغيت أشوف علي. ان شاء الله يا مها تطمني، بس علي صار وايد احسن، لا تحاتيني. صدق والله صار أحسن الحمد لله. أنا الحين موعد علي بالكافيه، تعالي تكلمي وياه أحسن. تمام ماشي، أنا جاية بس آخذ استئذان من الدوام وأي. مشكور، مع السلامة. هاي بفاضحك الموضوع. إذا بتكلمني بموضوع مها من الحين أقول لك سكر الموضوع أحسن. لا لا، ما راح أسكر الموضوع. مها ما لها شغل بوفاه امك، لا تحملها ذنبي، هي ما لها شغل فيه. بس امي ماتت، امي ماتت وما كانت راضيه عليها. مو ضروري كلامها يكون صح، انت تحب مها وانت اللي اخترتها. سكر الموضوع، ما لي خلق اتكلم. راح اسكر الموضوع الحين، مو عشان شيء، عشان صاحبه الموضوع وصلت. اسمع منها، لا تستعيل. ها، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بس خلص دوري. أنا ذنب. علي، علي بس طالعني. علي، خذيت استئذان من الدوام عشان أشوف علي. زين سويتي؟ طمنيني إيش صار؟ ما صار شيء. علي وايد متغير خالتي. ما عليه يما، مرده بيتغير. ما ظنتي؟ من هذا اللي شفته برا؟ هذا محمد أخوه. هي ما أدري، ما شفته، كان وايد مستعيل. إي الله يكون بعونه. الحين المهم خلينا بموضوعك أنت وعلي. أنا وعلي انتهينا خلاص. لا تقولين كذي حبيبتي، ما دام قاعد معاك معناته في امل. وين يا خالتي قاعد معي؟ ما قال ولا كلمه، حتى سلام عليكم من غير نفس. علي يا حبيبتي، هو رد عليك وقاعد معاك. شوفي يا يمه، المشكله تبتدي كبيره وبعدين تصغر، انت بس طولي بالك. ممكن اروح خالتي؟ خذي راحتك يمه. انا اذنك.